سورة الزمر، أسباب النزول لبعض الآيات المباركات لهذه الصورة من كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي النيسابوري. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الآية 9 من كتاب الله عز وجل في سورة الزمر. قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال ابن عمر: نزلت في عثمان ابن عفان. وقال مقاتل: نزلت في عمار بن ياسر. قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، الآية 17. قال ابن زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، وهم زيد بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عطاء عن ابن عباس: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فجاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا، ونزلت فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول قال يريد من أبي بكر فيتبعون أحسنه، الآية. قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، الآية 22. نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب ولده، فعلي وحمزة ممن شرح الله صدره، وأبو لهب وأولاده قست قلوبهم عن ذكر الله، وهو قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الآية. قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، الآية 23. عن سعد قالوا: يا رسول الله لو حدثنا، فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا، الآية. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، الآية 53. قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في عياش ابن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به، فنزلت هذه الآيات
وكان عمر كاتبا، فكتبها إلى عياش ابن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد وأولئك النفر، فأسلموا وهاجروا. وعن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزلت هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية، رواه البخاري. وعن ابن عمر عن عمر أنه قال: لما اجتمعنا إلى الهجرة اتعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص بن وائل، فقلنا: الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفار، فمن حبس منكم لم يأتها فقد حبس، فليمض صاحبه. فأصبحت عندها أنا وعياش، وحبس عنا هشام، وفتنا فافتتنا، فقدمنا المدينة فكنا نقول: ما الله بقابل من هؤلاء توبة، قوم عرفوا الله ورسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنيا. فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثت بها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها، فعرفت أنها أنزلت فينا، فرجعت فجلست على بعيري، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة رحمة الله عليه ورضوانه، وذكرنا ذلك في آخر سورة الفرقان. هكذا يقول الإمام الواحدي. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الآية 67. عن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، بلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. ومعنى هذا أن الله تعالى يقدر على قبض الأرض وجميع ما فيها من الخلائق والشجر قدرة أحدنا على ما يحمله بإصبع، فخوطبنا بما نتخاطب فيما بيننا لنفهم. ألا ترى أن الله تعالى قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي إنه يقبضها بقدرته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.